يذكر عن امرأة في عهد عمر قالت لأمها وقد حلبت أغنامها فقالت لها أخلطي بعض الماء في الحليب حتى يزيد الوزن. قالت البنت الصغيرة وإيمانها أقوى من إيمان أمها، قالت يا أماه إن عمر، أما سمعت النداء بأن عمر نهى عن خلط ومز الحليب بالماء؟ قالت لها ويحك أو يراك عمر؟ قالت يا أماه إذا كان عمر لا يراني أفلا يرانا رب عمر؟